معلش فقره ترند دي معموله عشان تقول لك المصريين او العرب بيفكروا في ايه امتى. فاوعى الله يخليك تمسك علينا الفقره دي وتقول بص هم بيقولوا ايه. لا لا لا، احنا بنعكس لك فقره ترند الناس على السوشيال بتفكر ازاي. العالم كله مشغول بالحرب اللي شغاله سواء في غزه او في لبنان والصواريخ الايرانيه، وهل اسرائيل هتخش تجتياح بري ولا لا. لكن بعض المصريين بلاش كتير منهم كان في حته تانية النهارده. كانت ناس كتيره مشغوله على مواقع التواصل الاجتماعي بام خالد. ايوه زي ما سمعتها كده، ام خالد كانت شغله المصريين النهارده. ام خالد مين ام خالد؟ ام خالد مثلت قصه نجاح على السوشيال ميديا لاسره مترابطه، ام وطفلها خالد اللي كان بطل لكتير من فيديوهاتها، وتعرفت بأدائها البسيط قسما بالله ما شفت لها ولا فيديو، لغاية ما الناس النهاردة في مصر صحيوا على حاجة. مش مهم الضحايا في غزة ولا مهم الضحايا في لبنان، مش قضية، إنما صحيوا على صدمة، صدمة درامية فظيعة جدا أوجعت قلوب كتير من المصريين. الصدمة باختصار إن أم خالد انفصلت عن جوزها. أنا عارف إنك اتصدمت زيي بالظبط، بس أم خالد أعلنت انفصالها عن جوزها بشكل رسمي في الفيديو ده. ده يا جماعة والله ما ترند، وعمري ما كنت أتخيل إن أنا في يوم من الأيام هطلع إن أنا أقول لكم الكلام ده، بس النصيب غلاب، يعني النصيب غلاب. إحنا نصيبنا خلاص وقف لحد كده. ليه مني كل التقدير والاحترام، مشفتش منه إلا كل خير. صعبان عليا برضو إن أنا أقول لكم إن أنا بدور دلوقتي على مكان تاني علشان أروح أعيش فيه أنا وخالد وريان. مش طالبة منكم طبعا، أنا استحالة إن أنا عمري ما طلعت اتكلمت في أسرار شخصية على النت خالص. فأنا يعني محدش يقول لي أم خالد إيه اللي حصل، إيه المشاكل، إيه نوع المشاكل اللي ما بينكم وما بين. أنا طبعا في الأول وفي الآخر زي ما قلت لكم أنا ما شفتش منه غير كل حب واحترام، وهو إحنا نصيبنا وقف لحد كده. معلش المخرج مش عارف يخدمني في ان يديني فرصه اتاثر، كان نفسي اتصدم. بس اقسم بالله العظيم ان اول مره اشوف الفيديو دلوقتي، اول مره اشوف الست دي دلوقتي، يعني اول مره اشوف. هم قالوا لي في الاعداد وانا عشنا الموضوع ده، بس كفيديو عمري ما شفته، وانا عمري ما شفت ام خالد الا دلوقتي. بس الاعلان ده حضرات مش سهل، اعلان طلاق ام خالد صدم كتير من الناس. يعني انتوا ما صدمكوش الضحايا في غزه ولا في لبنان، صدمكم طلاق ام خالد. وعدد كبير من الناس تدخل، واهل خير والله، اهل خير والله، قالوا لها ادي لجوزك ابو خالد فرصه تانية، لان الطلاق ده خرب بيوت. اميره قالت لها ايوه خش، برافو، ايوه كده يا اميره. لما ما شفتيش منه غير كل احترام وحب، طب ادي له فرصه تانية عشان خاطري، عشان خاطر ولادكم. الطلاق وخراب البيوت مش بالسهل يا ام خالد، وربنا يصلح ما بينكم. أميرة في غزة، أميرة في لبنان، أميرة في مجاعة، أميرة في مفيش كده. وفي اللي قال لها استحملي وكل البيوت بتمر بمشاكل زي هالة. هالة قالت لها الكلمتين دول، قالت لها خش على هالة، كلنا مرينا بحاجات صعبة جدا جدا واستحملنا وعشنا، ولحد دلوقتي بنعاني وبنستحمل وبنعدي. حاولوا تحلوا اللي ما بينكم وتصبروا على الانفصال شوية وربنا يصلح الحال. مش بس أم خالد اللي اتطلقت اليومين دول، لكن في تيك توكر مشهور أو مشهورة اسمها رزان، لقت الموضوع زيطة فأعلنت إنها اتطلقت. رزان على كل حال النهارده الحمد لله تم الطلاق بيني وبين المستشار بهاء على خير الحمد لله، واتمنى لك التوفيق وراحه البال، واشوفك ان شاء الله على كرسي بعجل وحاجز في مستشفى مجدي يعقوب. بالتوفيق يا حبيب قلبي، والله المستعان. ايه ده؟ عايزه تشوفيه حاجز وكرسي بعجل؟ ده مش كان سهل الموضوع قوي. وهي فيها يا جماعه ام خالد ورزان في شوط الطلاق ولا ايه؟ جات للستات في البلد زي ما كتبت مي، قالت ان من الواضح ان في
شوط الطلاق في البلد الاول ام خالد وبعدين الست دي. قال هو انت يا مي مش واخده بالك؟ مي ده في ناس مش لاقي اكل، وفي اللي اعتبر السبب هو الشهره والسوشيال ميديا، زي ما كتبت سو لا اله الا الله، محدش ايه، محدش دخل ام مجال السوشيال زفت ده ونجا منه. ربنا يهدي الحال، وربنا ينصر اهل غزه، وربنا ينصر، وربنا يخلصنا من السرطان اللي موجود. لكن في ناس اعتبرت ان الطلاق شجاعه ولازم منه لو الزوجين مش مبسوطين مع بعض وبيتخانقوا قدام عيالهم، زي ما كتبت صاحب الحساب ده، الطلاق شجاعه. ايوه، كل بيت فيه ام واب مش مبسوطين مع بعض او بيتخانقوا قدام عيالهم او قلبهم مش على بعض لازم يتطلقوا. ايوه، ويسيبوا النظام السيسي موجود وكل واحد يعيش مع شخص يرتاح له. ايوه، والنظام موجود. الغلط انك تعيش بائس عشان عيالك، ده لا هيفيدك ولا هيفيد عيالك ولا جوزك. جوزك؟ جوزك قصدك. العيشة مع شخص مش مناسب ده جهل موجود في العالم العربي، بس عشان كده دايما عصبيين وعنصريين ومش مبسوطين، والأنظمة موجودة. دي وصلت بستات انهم يزغرطوا ويعملوا فرح على السوشيال ميديا لما يتطلقوا، زي ما عملت الست دي كده. في خبر حلو قوي لسه جاي دلوقتي حالا. الحمد لله الحمد لله، انا اتطلقت رسمي. الحمد لله انا اتطلقت رسمي خلاص. انا حرفيا انا فرحانه اكتر من فرحتي ساعه ما اتجوزت. طب انا ساعه ما اتجوزت انا ما زغرتش، انا هزغرت دلوقتي. هو في حاجه في البلد؟ هو في حاجه في المخ؟ مش طلاق والزغرطه والحاجات دي، في حاجه في المخ فعلا؟ هو انتوا فاضيين قوي كده؟ لكن وسط الخلاف ما بين المعارضين والمؤيدين لفكره الطلاق، واللي مؤيدين ليها تبقى حقيقه ما نقدرش نخبرها، هي ان نسبه الطلاق في مصر بقت مرتفعه جدا. ده مش كلامي ولا كلام فريق الاعداد، ده كلام الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء، اللي بيقول في 22,000 حاله طلاق شهريا. 22,000 حالة طلاق شهريا. لما نيجي نحسبه ان الايام معدل حالة كل دقيقتين. مش انا اللي قلت كده، ولا انا بتاع الحساب ده. على فكرة بالمناسبة بيتهوفن كان فاشل في الحساب، هذه العبقرية كان زي حالاتي في الحساب. اينشتاين كان نفس القصة اول ما بدأ. حالة طلاق كل دقيقتين ده اللي قالته الاخبار، دي كارثة. مش بس حالات الطلاق اللي زادت، ده في رقم مرعب تاني اشد، حالات الخلع اللي زادت بنسبه 81% في مصر. ودي الاحصائيه اللي اتنشرت من كام يوم اهو، زياده 81% الخلع يسجل اعلى نسبه على للطلاق خلال 23. النسب دي الحقيقه تدخلنا موسوعه جينيس للارقام العالميه، زي ما كتب كريم، قال لك ما شاء الله ما شاء الله، ندخل موسوعة جينيس في عدد حالات الطلاق سنويا. 269,000 حالة طلاق. 2 عدد حالات طلاق شهريا 22,000 حالة طلاق. 3 عدد حالات طلاق اسبوعيا 5,000، سيبك من الارقام الصغيرة، 1000 حالة طلاق. 4 عدد حالات طلاق يوميا 729 حالة طلاق. 5 عدد حالات طلاق خلال ساعة واحدة 21 حالة طلاق. 6 حالة طلاق كل دقيقتين. 7 الخلع يسجل نسبة 81% سنة 23. ده الموثق في الأرقام ومعلن فيه، مش معلن كتير، اضرب في الضعف. العنوسة، العنوسة بتتكلم في حوالي 13 مليون وكسر، ده غير نسبة العزوف عن الجواز كبير جدا. لكن كتير من الناس على السوشيال اعتبروا ان السبب في ده غلاء المعيشه ومشاكل البلاد الاقتصاديه، زي ما كتب عبده، قال لك اغلبها مشاكل اقتصاديه بسبب الاقتصاد البلد وعدم قدره الاباء والشباب على المعيشه والغلاء. للاسف الناس ما بقتش طايقه بعض بسبب الفقر والغلاء، مش كلامي ده، كلام منى، قالت لك من كتر الفقر والغلاء الفاحش الناس مش عارفه تعيش ومش طايقين بعض. بس سيبك انت،
دي إنجازات الجمهورية الجديدة زي ما كتب وائل. قال لك دي إنجازات دي ولا مش إنجازات الجمهورية الجديدة؟ أيا كان يا حضرات، الناس ما سابتش غزة واللي بيحصل في لبنان ببساطة كده، وراحت لأم خالد ورزان أو الست اللي زغرطت البنت الشابة الصغيرة. الناس راحت لده لإيه؟ لأسباب تانية خالص. زي ما في ناس شايلة هم المنطقة وحرب غزة وحرب لبنان، في ناس في حتة تانية خالص، في ناس موجودة معانا عايشة في البلد دي بس في منطقة تانية، وموجودين على السوشيال ميديا بيتابعوا أم خالد ورزان وفلان وأكتر واحد زلحة وأوسم واحد في تحت الكوبري. في ناس عايشة كده، الناس دول ما لناش دعوة بيهم.